مشهد غريب ويخض للاعب باهر المحمدي. واللي حصل بالظبط ان اللاعب باهر المحمدي لاعب نادي الاسماعيلي اتخبط بكرة في دماغه، وبعدها تم تغييره وخروجه من الملعب، وقعد على الدكة لمدة 5 دقايق، وبعد كده نزل الملعب بطريقة غريبة جدا وتقريبا فقد الوعي او الذاكرة بشكل مؤقت، وكان لسه فاكر ان هو لسه بيلعب وممكن ينزل الملعب. واول لما نزل الملعب وقع وما اتحركش، فطبعا تم نقله للمستشفى بسرعة كبيرة جدا، ولحد دلوقتي ما نعرفش ايه اللي حصل للاعب باهر المحمدي، بس ربنا يطمننا عليه. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.